انضموا معنا من عمان عبر الهاتف الدكتور أيمن العاني، نائب مسؤول قسم حقوق الإنسان بهيئة علماء المسلمين. أهلا بكم دكتور أيمن إلى هذه الجولة الإخبارية. يعني في ظل ما يعيشه العراق من اعتقالات وتعذيب وانتهاكات تنفذ من قبل الميليشيات والقوات الحكومية، ماذا يعني بقاء الفاعلين خارج نطاق المحاسبة والمساءلة؟ تحية لك أخي وللمشاهدين الكرام. حياك الله. في الواقع هذا يعني أنه لا سيادة للقانون، ويعني غياب العدالة وغياب المساواة، وبالتالي نسف كامل لمقتضيات السلم المجتمعي، لأنه تمايز الأفراد أمام القضاء وأمام الجهات القضائية يعني بالنتيجة تحقيق للظلم وتكريس للجريمة، والنظر إلى الموضوع بأسلوب طائفي بحت وثأري واضح. نعم دكتور، إذا كان حق الحياة الكريمة وضمان حرية المواطن مكفول ضمن الدستور الذي أقر من قبل شركاء العملية السياسية، لماذا نرى الحكومات المنبثقة والتي تعتبر هذا الدستور دستورا لها تستمر باتباع سياسة الإفلات من العقاب؟ أخي الكريم، بسبب بسيط جدا، لأن يعني من وضع الدستور هو متورط، هو نفسه متورط في جرائم حرب وجرائم ضد إنسانية وعقاب جماعي. ونعود إلى موضوع الخلفية الانتقامية والخلفية الطائفية، وهذا يعني ليس مخفيا على أحد مع الأسف الشديد. وبالتالي نحن نتحدث عن حكومة فاقدة للسيادة، فاقدة للشرعية بالنتيجة، وهي يعني لا تتعدى ثم مسألة الدستور الذي كتبوه أو الذي كتب لهم، لا يتعدى الورق ولا يتعدى قيمة الورق والحجر الذي كتب فيه. نعم دكتور، ما هو موقف إذن القانون الدولي والمحكمة المحاكم الدولية من هذه الظاهرة المنتشرة في العراق بشكل كبير؟ الصوت متقطع. نعم، ما هو موقف القانون الدولي والمحاكم الدولية من هذه الظاهرة المنتشرة في العراق وفي الحكومة العراقية والقضاء العراقي بهذا الشكل؟ سيدي العزيز، القانون الدولي حقيقة يعني لا يخلو من الخلل، لأنه وضع قوانين ووضع معاهدات ووضع اتفاقيات، لكن لا يوجد أي يعني مساءلة أو محاسبة أو معاقبة لمن يخل بهذه الاتفاقية أو تلك. وبالتالي يعني يكون الموضوع مسألة فخرية، مسألة استئناسية، مسألة طبعا لا يخفى على أحد أنه المجتمع الدولي يتعامل بسياسة الكيل بمكيالين بالنسبة لهذه الموضوع. في المنطقة الفلانية هو يصر على تحقيق أو إنفاذ هذه القوانين، وفي منطقة أخرى أو في بلد آخر يتغاضى عن هذا الموضوع. وبالتالي يعني نحن أمام يعني مفارقة وإشكالية كبيرة باتجاه هذا الموضوع. نعم، استمرار الحكومة بهذه السياسات القمعية برأيك إلى أين سيجر العراق؟ لا سيما هذه السياسات التي أيضا تجلت وتستخدم بشكل كبير الآن مع المتظاهرين في البصرة وجنوب العراق. أخي الكريم، مسألة الإفلات من العقاب طال ملايين العراقيين، يعني من قبل هذه الأحداث وحتى اليوم، وطال حتى من كانوا يظنون أنهم بمنأى عن هذه المسألة. طالهم ما طالهم من القمع والقتل والاعتقال والتعذيب والتهديد، وشاهدوا بأم أعينهم كيف أنه تتعامل هذه القوات مع الشعب العراقي بالمطلق، مع من يقف بوجه الفساد، مع من يقف بوجه الإجرام، مع من يقف
مطالبا بأبسط الحقوق وأقلها تواضعا وأقلها طموحا عفوا. وهذا بالنتيجة يعني لك أن تتصور أنه لا يمكن أن تكون المسألة إلا معد لها ومخطط لها ويراد لها ذلك مع الأسف. نعم الدكتور أيمن العاني نائب مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين بالعراق وطبعا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.